شارك السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في أعمال الدورة العادية 21 للمجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء والتي عقدت في العاصمة المغربية الرباط. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أكد فيها التزام مصر الدائم بالعمل مع أشقائها من الدول الأفريقية لدعم التكامل الإقليمي بالقارة. وأشار في هذا السياق إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مبرزا أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء لتفعيل دور التجمع في قضايا القارة.